رشيدة أيت حلمي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي وعضوة بالكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات. تقدمت بالطعن في مواجهة السيد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي لارتكابه مجموعة الخروقات اللي كتمس الدستور وكتمس القانون التنظيمي للأحزاب وكتمس القوانين والأنظمة اللي كيعمل بها الحزب. فبداية كاين خرق للتوجه الديمقراطي للبلد والحزب، فتنشوفوا بأن السيد الكاتب الأول قام بمسطرة تعيين اللجنة التنظيمية وسكرتارية اللجنة التنظيمية واللجن المتبرعة عنها، سكرتارية اللجنة التحضيرية واللجنة المتبرعة عن اللجنة التحضيرية اللي هي اللجنة التنظيمية، اللجنة السياسية، لجنة اللوجيستيك. فحلت تعيين محل الانتخاب من المادة 81 من النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تينص على أن ينتخب أعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء اللجنة السياسية وأعضاء لجنة اللوجستيك. هذا لم يتم. لم يتم. إذا السيد الكاتب الأول عين نفسه رئيسا للجنة التحضيرية، ومن بعد كانت مناقشة، كانت تقدمت أرضية ديال اللجنة التنظيمية اللي أنا كنت عضوة فيها، وكان واحد التهيئ الورقة يعني اللي لا تمت بصلة إلى المسار الديمقراطي اللي كتنهجو البلاد واللي تعتبر من بين المطالب الأساسية اللي دفع عليها شهداء الحزب الاتحاد الاشتراكي. فلما اجتمع المجلس الوطني بتاريخ 18 بجنبر للمصادقة على الأوراق، ناقشت هذه الأمور كلها في اللجنة التنظيمية واعترضت بشدة وقلت أن اللجنة التحضيرية ومخرجاتها وأوراقها كلها باطلة لبطلان المسطرة، إضافة إلى مساسها بالدستور وبالقانون تنظيم الأحزاب وبالقوانين الحزب المدعمة لدى السلطة الحكومية بوزارة الداخلية. كيفاش كانت ردود الفعل؟ كان يعني كان واحد الهيجان في القاعة، ما تقبلوش، ومن بعد يعني سد الصمت، وأكثر من هكا أنني تعرضت للعنف من طرف أخت. فبطبيعة الحال أنا لم أعير هذه المسألة أي اعتبار، لأنني أنا كنت بغيت نوصل رسالة، وفعلا قلت بأنني بلغت رسالة، وما ربما يتصلوا ويعاودوا ويكون إعادة النظر في المسألة. ولكن هو الشيء الذي لم يتم، واجتمع المجلس الوطني في نفس اليوم الذي تمت فيه مناقشة الأوراق، يعني في واحد الوقت قياسي، وتم التصويت بشكل غير قانوني. المهم ماشي أنا بالنسبة لي ماشي مهم التصويت، ولكن بالنسبة لي المهم هو الخروقات التي طالت التحضير لهذا المؤتمر. فتقدمت بطعن في تشكيل اللجنة التحضيرية وفي جميع اللجان المنبثقة عنها وجميع الأوراق التي نتجت عن تلك. إذا تقدمت بدعوة أمام محكمة الموضوع، وفي نفس الوقت تقدمت بدعوة استعجالية من أجل إيقاف أشغال المؤتمر لوضع حد لهذه المهزلة ولوضع حد لخرق القانون. أطلب بسيادة القانون طبقا لما هو مضمن في الدستور وطبقا لما هو مضمن في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واحتراما للتعاقد بيننا واحتراما لقوانيننا وأنظمتنا بالحزب. أستاذ، آخر سؤال، شنو اللي يدفعك اليوم أنك تلجئ للقضاء؟ واش طرقتي جميع الأبواب؟ كان هذا هو الحل، كان الوقت ضيق جدا، ومن بعد من يكون الوقت وغنطلع حكم على مجموع الخروقات اللي تمت، غتفهموا بان لم يكن هناك اي سبيل
لانني انا طحت ولم يعر له اي احد اي اعتبار. شنو ما ابشال الخروقات اللي ربما ما قدرتيش تقبليهم، يعني شي حاجه اللي خارج على القانون الداخلي؟ اولا انا عضو المجلس الوطني ومن حقي ان اترشح الكتابة الاولى، حقوقي كلها هي تمست، لان المسطره ديال الترشيح كلها يعني تدجنات وتم الغاء 10 مواد من القانون التنظيمي التي ترتب وتنظم طريقة الترشيح لكتاب الأولى. وهاد المواد منها المادة 213 اللي كتقول بضرورة كتقول على اللجنة التحضيرية أن تصدر قرارا قبل 30 يوما من عقد المؤتمر تحدد فيه تاريخ بداية تاريخ بداية إيداع ترشيحات وتاريخ نهاية، يعني قبل 30 يوم من عقد هذا المقرر لن يصدر والبقية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.